بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل التواصل يستمر شوطا ويتلوه الاخر وينطلق بحفظ الله تعالى ورعايتها الشوط الأول الشوط الأول الرئيسي المخصص للأنتاج والمنتجين مخصصا هذا الشوط لسن اللقاية الانتاج لأول أشواط الانتاج الانتاج والمنتجين وناموس الانتاج غير غير يعرفونه المشاركين والمضمرين في هذا العالم الساحر الكبير في سواء في هذا الميدان أو في الميدان الرئيسي نعم فرحتنا موسى الانتاج غير نبدأ مشاهدين الأفاضل مع الصدارة والبداية ونعد لكم ونعلق عليها المراكز الخمسة الأولى المسموح لنا بالنداء والإذاعة نعود ونبدأ مع الصدارة مع صدارة الشوط مع غنايم من تبحث عن الغنايم في هذا الشوط نعم لعلي بن جر الله بن حمد بن عجيان بنظر ما المري من يقدم لنا غنايم مع المركز الاول بينما وصول وتقدم من من الجانب الايمن وجود وتدخل وانطلاق من الصداويه لمسعود بن ناصر بن حمد الف هيدة المري من يقدم لنا الصداويه مع المركز الاول المركز الثالث شعار الزميل محمد بن طالب بن هليل نتمنى له التوفيق والانتصار في هذا الشوط نعم ينطلق ويقدم لنا شواهين مرحبا بشواهين سلاله الجذاب من تتقدم مع المركز الثالث لمحمد بن فرج بن هادي بن اهلي الغفراني المري من يقدمها لنا مع انطلاقه المركز الثالث الرابع المراكز القدوم الوصول من العبور العلي بن سعيد بن محمد بن مسعود بن الاسود خامس المراكز القدوم الوصول من قبل تكريم الحمد بن سريع بن سعيد الشهواني الهاجري هذا هو النداء الاول الخمسة المراكز الأولى المنطلقة والباحثة عن الناموس والانتصار الشوط الأول أول أشواط الإنتاج أشواط الإنتاج والمنتجين لا تغل أهمية عن الأشواط الرئيسية الأولى هذه هي الأسماء المشاركة والباحثة أتممناها على مسامعكم وبكم نعود إلى ركب الصدارة إلى الصداوية مع شعار الفهيدي من ينطلق مع الصداوية مسعود بن ناصر بن حمادة فهيدة المري من ينطلق مع المركز الأول بن هليل ينطلق مع المركز الثاني ويقدم لنا شواهين يا سلوم يا شواهين هذه هي شواهين تنطلق مع المركز الثاني لمحمد بن فرج بن هادي بن هليل المري من يقدم لنا شواهين المركز الثالث الله الله أرصد الغدوم المركز الثالث القدوم الوصول من قبل شعار يبذولي شعار نعم شعار يبدو شعار من شعيل من يتقدم ويصل مع المركز الثالث من يتقدم مع انطلاقه الذيبه مع المركز الثاني وشعار المشروم محمد بن فرج بن محمد بن فهيد المشروم وشعار بن ضرمان مع غنايم علي بن جار الله بن حمد بن عجيان بن ضرمان المركز الخامس شعار الدعية يا مرحبا بشعار بارود وشعار العديد والعديد من الندر والسبق يصل شعار نعم شعار الدعية وصلة مغيظة محمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية والك الاخير <سؤال> بن عجيان بن من ينطلق مع المركز الاول مع انطلاقه غنايم ابشر بن غنايم يا بن مع انطلاقه غنايم مع المركز الاول نعم شعار متميز شعار أحصد الرموز وحصد السيارات وحصد العديد والعديد من الندر والسبق الشو الأول يا أول يا ابن ضرمان أول اشواط هذا الصباح نعم أو أول اشواط الانتاج والمنتجين هذه هي غنائم تبشرك بالغنائم يا سلو يا غنايم 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 مع المركز الاول مع الصداره والبدايه علي بن جار الله بن حمد بن عجيان بن ظرمان شعار نجد صاحب الخنجر في العام نعم صاحب الخنجر يذكرني هذا الشعار بنجد بن ظرمان من انتزع الشوط الاول للانتاج سلامي على انتاجك يا بن ظرمان المتميز والرائع دائما في هذا العالم الساحر سلام بنظرمان سلام سلام تحياتنا وتبريكاتنا واسعد الله صباحك بدون اي تعليمات تذكر نعم بهذا الانطلاق الذاتي والانطلاق المتميز والرائع والجميل سلام بن سلام قد مورنينج على هذا الفوز والانتصار تهانينا لمالك غنايم علي بن جار الله بن حمد بن عجيان بن المري المركز الثاني كان الوصول من فجاجه لمنصور بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية المركز الثالث المركز الثالث كان الوصول من مغيظة لمحمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية رابع المراكز بطشه لعبدالله الله بن محمد بن سعيد بن على الخيرية المركز الخامس شواهيل لمحمد بن فرج بن هادي بن هليل الغفران